العتاريب تمركز آليات الأسد على مداخل المدينة. هذه دبابة خلف الساتر، وهذه بي ام بي داخل محل تجاري تم احتلاله من قبل كتائب الأسد القاتل المجرم. هذه آليات القتل والإجرام. شاهدوا هذا البندوزر الذي يقوم بحفر الخنادق للدبابات والآليات لإخفائها كي لا يراها المراقبون الدوليين، المراقبون المتآمرون مع هذا النظام. إن رأوها سيقولون لا يوجد دبابات ولا مدرعات.